اللحوم المستنبتة هل تصبح طعام المستقبل؟ مرحبا بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لا جزارين بعد اليوم، عبارة قد تخيف البعض من عشاق اللحوم وتطرب آذان النباتيين. إنها اللحوم المستنبتة في المختبرات، فما الفكرة من ورائها؟ في عام 1931 كتب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل: سوف نتخلص من سخافة تربية دجاجة لتناولها من خلال صنع أجزاء منها عن طريق التكنولوجيا. وببساطة، اللحوم المزروعة هي عبارة عن خلايا مستخلصة من الحيوانات بتهيئة الظروف الملائمة لها لتنمو داخل أنابيب مختبرية، وتحتوي على نفس القدر من البروتينات المتوفرة في اللحوم التقليدية. وربما الفكرة ليست بالحديثة، فالعلماء يزرعون الأنسجة الحيوانية لأغراض طبية بهدف إنقاذ البشر، لكن الأبحاث اتجهت أيضا لجانب التغذية. ففي عام 2013 طرح أول برجر في العالم تم استنباته من خلايا بقرة في مختبر على يد مارك بوست، الباحث الهولندي في جامعة ماستريخت. لكن ما حاجة البشر من وراء استنبات لحوم داخل المختبرات؟ بحسب بيانات الأمم المتحدة، تجاوز عدد سكان الأرض في نوفمبر عام 2022 حاجز 8 مليارات نسمة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً في توفير الغذاء لعالم يعاني من نقص الموارد والمجاعات والأوبئة. وللحوم المزروعة عدة مزايا، منها أنه يمكن إعدادها داخل المختبرات قرب التجمعات السكانية لتلافي مشكلة تعطل سلاسل الإمداد وتجهيزها للاستهلاك في غضون 3 أسابيع فقط. في المقابل، يستغرق تربية عجل للذبح ما بين 18 إلى 24 أسبوعاً. كما تتميز اللحوم المستنبتة بإمكانية التحكم في محتوى الدهون الضارة واستبدالها بدهون صحية، وتنتج اللحوم المزروعة مختبرياً انبعاثات من الغازات الدفيئة أقل بنسبة تصل إلى 96% عند المقارنة بلحوم الأبقار، وتستهلك أراضي أقل بنسبة 99% نظراً لعدم الحاجة لأماكن التربية وزراعة الأعلاف، وماء أقل بنسبة تصل لنحو 92%. وفي عام 2020 نجحت تقنية استنبات اللحوم في جذب استثمارات بنحو 3 مليارات و200 مليون دولار، إذ ارتفع عدد الشركات حول العالم من 10 فقط في عام 2017 إلى أكثر من 100 شركة عام 2021. لكن الفكرة لا تخلو من المخاطر، فإن الاتجاه إلى اللحوم المزروعة مختبرياً ربما يقلل الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية، وأيضاً سيفقد البشرية صناعات أخرى تعتمد على الصوف والنسيج والجلود، بالإضافة إلى تضرر سكان المناطق الريفية التي تعتمد في دخلها على هذا القطاع. ولو اعتبرنا أن اللحوم المزروعة أحد الحلول لتوفير الغذاء، فلا بد أن نتجاوز عدة عوائق، منها التكلفة. فأول قطعة برجر تم استنباتها مختبرياً بلغت تكلفتها نحو 330 ألف دولار، ومع استمرار جهود الباحثين لتقليل التكلفة انخفض سعر القطعة الواحدة إلى 10 دولارات حالياً، إلى أن القيمة لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع متوسط تكلفة البرجر عند 2.64 دولار. وتفتقد اللحوم المستنبتة للجهاز المناعي المتوفر لدى الحيوانات، الأمر الذي قد يعرضها لنشاط بكتيري أسرع من الخلايا الحيوانية الطبيعية. كما أن الشركات المنتجة لهذه اللحوم لم تكشف عن كمية المضادات الحيوية المستخدمة للسيطرة على مسببات الأمراض، مما يطرح تساؤلات بشأن شروط السلامة. ويشكل أيضا عدم تقبل الكثيرين لفكرة تناول لحوم مزروعة في المختبرات عائقا في سبيل اعتمادها كغذاء بديل.